أهلا بكم. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن بلاده تناقش أفكارا كثيرة، منها تقديم تحويلات نقدية للفقراء إلى جانب الدعم المزمع للمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى. وقال حمدوك لرويترز إن التحويلات النقدية هي أحد الأفكار التي نوقشت لتعويض خفض دعم الغذاء والمواد الأخرى. وقال وهو خبير اقتصادي إن السودان ما زال يجري محادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد حول ميزانية 2020.